الحقيقة في جراحة نادرة قدر من خلالها فريق طبي من جراح التجميل وإصلاح الوجه والفكين بكلية طب طنطا من إجراء جراحة لطفلين بالمستشفى التعليمي بالجامعة. ودكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أكد أن الجراحة بتعتبر من العمليات المعقدة والنادرة في مجال جراحات الأطفال. أجريت الجراحة الأولى لطفل رضيع بيبلغ من العمر عام ونصف، ده لإصلاح عيوب خلقية بالجمجمة. وكذلك الجراحة الثانية كانت لطفلة بتبلغ من العمر 9 سنوات بتعاني من متلازمة كروزون، وتم عمل الحالتين بكل مهارة ودقة بإجمالي 6 ساعات. طبعا دي مش الحالة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها على مجهودات بيقوم بيها الفريق الطبي في جامعة طنطا. الحقيقة لو جينا كده نرجع بالذاكرة خلال العام الماضي أو حتى العامين الماضيين هنلاقي حالات كتير، والحالات دي كلها بتتميز ان هي كانت غاية في التعقيد وغاية في الدقة. واعتقد ده استمرار لمسلسل من الجودة اللي بيقوم بيها الأطباء خاصة في المستشفيات الجامعية، اللي هي الحقيقة عنصر مساعد جدا في المنظومة الطبية والمنظومة الصحية بشكل كبير. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتور أحمد غنيم، هو عميد كلية الطب بطنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ونعرف تفاصيل العمليتين دول ونعرف إزاي إلى أي مدى كانوا معقدين ونادرين. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك يا هشام، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. وطبعا أنا لسه بقول إن ده استمرارا لمسلسل من الكفاءة اللي حضراتكم بتتمتعوا بيها في كلية الطب في طنطا أو حتى في المستشفى الجامعي. إزاي فندم العمليتين دول كانوا معقدين أو حتى كانوا نادرين، وإزاي كانت الكفاءة الطبية بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى كانت سبب في عودة الحياة للطفلين دول بالشكل اللائق بيهم؟ طبعا أنا بشكر حضرتك على الشكر لجامعة طنطا والمستشفيات الجامعية. الحقيقة هو طبعا بتوفيق ربنا أولا، وبالإمكانات اللي الدولة دعمت بها جامعة طنطا، وبالمهارة الأطباء وطبعا وكل زمايلي وأخواتنا وأولادنا. العملية دي كانت فعلا كان طفلة زي ما حضرتك ذكرت، في طفل هما 3 حالات، في طفل رضيع، وكانت في طفلة 9 سنوات. يمكن الحالة دي اللي هي كانت من الحالات النادرة جدا اللي عندها، عايزين نقول عيب وليدي، بلاش نقول عيب خلقي، ولكن هي عندها مشكلة في عظام الوجه وعظام الفكين وعظام الجمجمة. وتم عمل عملية، العملية دي بتبقى محتاجة صعوبتها الأول في تخدير الحالة، لأنها محتاجة أجهزة معقدة شوية عشان تتابع نسبة تشبع الأكسجين وبخلافه. بيتم عمل كل الأجزاء العظمية الموجودة في الوجه والفكين بتبقى التأمت بدري، فبيبقى حجم الجمجمة أصغر، حجم العين أصغر. فبنضطر ان هو او الساده الجراحين بيضطروا ان هم يرجعوا يكسروا هذه العظام، وبيتركب شدادات. هذه الشدادات بتتركب بتقنيات عاليه، وكل فتره بيتزود ملي او 2 ملي بنبتدي نوسع عظام الجمجمه ونوسع وهكذا. فطبعا العمليه دي معقده فعلا، ويمكن انا بحب اوجه الشكر للطاقم الجراحين برئاسه الدكتور طارق البانوبي، هو على فكره زميل واستاذ في جامعه الازهر، واثنين زمايلنا من قسم التجميل دكتور طارق شكر ودكتور ابراهيم مصطفى من ودكتور علي عطا، دول من جراحه التجميل في جامعه طنطا. الحقيقه ان دي 3 حالات، وزي ما قلت لحضرتك ان هي الحاله دي بتبقى نادره الحدوث جدا، وزي ما قلت ما فعلا مش هيبقى في اماكن محدوده جدا تقدر تتعامل مع هذه الحالات. الحالات دي بيتكتب لها طبعا، الحالات بتخش في مضاعفات من ناحيه المخ والاعصاب، من ناحيه العين، من ناحيه طريقه الاكل، طريقه حركه. ما انا كنت لسه والله لسه يا دكتور احمد كنت عايز اسال حضرتك، هي مشكله البنت كانت مشكلة تجميلية ولا مشكلة وظيفية؟ أولا كانت مشكلة إن ضغط، إن بدأ حجم العين بينمو، ولكن حجم محجر العين وهو التجويف العظمي المحاط بالعين نفسها ده حجمه صغير، فابتدي يحصل بروز للعين وضغط على عصب العين. فكانت الأولى من أول الحاجات اللي ممكن تضرها إنها تفقد النظر، إن ضغط على عصب العين يبتدي يحصل ضمور في عصب العين، وضمور عصب العين ملوش علاج. فطبعا لما بنوسع هذا المكان بندي فرصة، أو بنشيل الضغط الموجود على عصب العين وبندي فرصة لنمو العين بالنمو الطبيعي وحمايه قرنيه العين وخلافه. بالاضافه برضو انه زي ما قلت لحضرتك ان السوتشرز او الفواصل ما بين قطع العظم المكون للجمجمه التأمت بدري عندها، عشان كده حجم المخ وحجم الفكين وحركتهم محدوده، فكل ده بيتحسن. وطبعا زي ما قلت لحضرتك العمليه ديت اتعملت محتاجه تقنيه عاليه في التخدير وخلافه. برضو بشكر طاقم التخدير الدكتورة منى بلوغ والدكتورة علياء والدكتورة حنان والدكتورة سلمى والدكتورة هبة، لازم أقولهم أشكرهم لأن أنا لازم أشكر جميعهم أعذرني في هذا. طبعا بشكر ربنا أولا، وأؤكد أن دعم الدولة لجامعة طنطا
برئاسه الدكتور محمود زكي رئيس الجامعه، وبشكر مدير مستشفى التعليم الدكتور محمود سليم. كافه الطواقم لازم اشكرهم، الحقيقه هو منظومه عمل من النجاح مش متوقفه على فرد واحد، لكن من جوانا القرار ان احنا نتميز، من جوانا القرار ان احنا نخدم كل المرضى مهما كانت الحاله صعبه. احنا ما بنوجههاش، بالعكس بنستفيد بكل الكوادر لينا التعامل مع كافه الجامعات المصريه، ولو احتاجنا من الجامعات البره من زمايلنا اللي بيبقوا في بعثات الاشراف المشترك وخلافه. فبقول ان الحمد لله، وده اللي خلقوا البيئه ان احنا عندنا كافه التجهيزات في مستشفى جامعه طنطا. هل يا دكتور احمد البنت محتاجه اي عمليات ثانيه تكميليه ولا كده خلاص الموضوع انتهى؟ وعايز اعرف من حضرتك، هذه العمليات بتتم بشكل مجاني ولا بيكون هناك مقابل مادي؟ الحقيقه العمليات اللي زي دي تكلفتها الحقيقه عاليه جدا جدا، لانها بتحتاج شرايح ومسامير وحاجات بتقنيه عاليه. الحقيقه تم اجراء هذه العمليات بالمجان بالكامل، بتوفرها المستشفى سواء عن طريق المشروع الرئاسي لقوائم انتظار للسيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وده حاجه اضافيه كويسه. وبرده احنا عندنا الدعم اللي موجود في الموازنه وبنقدر نوفر هذه الحاجات، وبرده مساعدات المجتمع المدني. ولكن بنقول الحمد لله الدوله موفره هذه الحالات، لان فعلا هذه الحالات تكلفتها عاليه جدا جدا. قبل ما نقول ان هي محتاجه هذه المهارات وهذه الكفاءات، محتاجه برضه تقنيات ومحتاجه ادوات والات معقده، لكن احنا المستشفى الحقيقه الحمد لله وفرناها بالكامل مجانا للطفلتين. كل التحية لحضراتكم يا دكتور احمد، طبعا مشكورين، وكمان الشكر موصول لطاقم العمل الطبي ولاستاذنا الدكتور محمود زكي رئيس الجامعه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد غنيم عميد كليه الطب بجامعه طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بشكرك ألف شكر.